السؤال الثاني، ما رأي شيخنا في أن بعض العلمانيين من المسلمين يرفعون شعار حقوق الإنسان لضرب ثوابت الدين؟ طبعا قد يتخذ الحق ذريعة للباطل للأسف، وهذا موجود في الحياة كثيرا، إن الناس حقوق الإنسان هذا حق، ولكن كما رأينا الغربيين يتخذون من حقوق الإنسان ذريعة إلى المثلية وهذه الأشياء، إلى إشاعة الزنا والإباحية في العالم على خلاف ما جاءت به الأديان ومنها المسيحية. نحن نعرف إنه في الوصايا العشر الشهيرة في التوراة، إحدى هذه الوصايا لا تزني، لا تسرق، لا تقتل، لا تزني، وأقرتها المسيحية، وجاءت المسيحية زادت عليها، يقول المسيح لتلاميذه: لقد كان من قبلكم يقولون لا تزني، والحق أقول لكم من نظر إلى امرأة يشتهيها بقلبه فقد زنى. مش مجرد مش الزنا، اشتهاء المرأة أن ينظر إليها بشهوة فقد زنى، وهذا يلتقي مع التوجيه المحمدي: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والفرد يصدق ذلك أو يكذبه. يعني ممكن يعني فيه الزنا الصغير والزنا الكبير، فاليد تزني باللمس أو بالقبلة أو بالكذا، أو الواحد يمشي إلى مكان، كل هذا مقدمات للزنا. هذا يتفق مع المسيحية اللي بتقول من نظر بعينه فقد زنى، والغربيون يزعمون ان حضارتهم حضارة مسيحية. اين انتم من المسيح؟ فاحيانا تتخذ حقوق الانسان سبيل الى الباطل، وليقل العلمانيون ما يقولون، فنحن مع الحق الصحيح الصريح ندور معه حيث دار.